لتفعيل دور المدينة الجامعية بالشارقة كحلقة الوصل المثالية من خلال الإشراف والتنسيق بين جميع المؤسسات التي تقع ضمن حدودها، تأسست المدينة الجامعية لتكون الركيزة الأساسية في احتضان كبرى المؤسسات التعليمية ذات الأنشطة المتنوعة، منها قاعة المدينة الجامعية التي شيدت في عام 2000، وهي لبنة في صرح النموذج الحضري الذي يبنيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. وكان تشييد قاعة المدينة الجامعية ذا أهمية بالغة لاستيعاب الكم الهائل من الأنشطة الثقافية والعلمية، إذ تتمتع القاعة بالرقي والجمالية، وهي تقع في الجانب الغربي من المدينة الجامعية بالشارقة وتعد الأكبر على مستوى الدولة، فهي تتسع لزاء 1799 شخصاً، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4100 متر مربع، وتحيط بها مساحة خضراء تقدر ب 170 ألف متر مربع، وموقف سيارات يتسع لأكثر من 1200 سيارة. قاعة المدينة الجامعية تسعى لتكون جسراً يربط الأمة بثقافتها ومعيناً يستقي منه كل وارد، مزودة بخدمة متطورة ومتكاملة. Thank you.